اليوم نحن اطر 20 محضر 20 يوليوز اللي وقعته معنا الحكومه بناء على مرسوم وزاري استثنائي 2/11/100 وعلى محضر. ومن بعد هذا الشيء كنا مشينا للمحكمه وحكمت لنا المحكمه، يعني المحكمه الاداريه، حكم ابتدائي، حكم استئناف، وبقى الحكم يعني معلقا بناء على التوجيهات اللي كان تيصدرها وزير العدل انذاك. وحنا في هذا اليوم هذا كنضمنوا مع الحراك الشعبي الاجتماعي مع ساكنة الريف، اللي هو حراك يعني اللي هو حراك يعني حق 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 ديالهم. وكذلك هذه الوقفه ديالنا جات من اجل هذا الباب هذا، ومن اجل اطلاق سراح المعتقلين ديال الحسيمه وكافه المعتقلين السياسيين.